رئاسة الساقة الشرعية الذي أسقط الشعب السوري شرعيته في مظاهرات كبرى في جمعة، لا زال يستجلب المرتزق والإيرانيين وحزب الله والروس إلى أراضينا ويضرب أطفالنا ونساءنا ومناطقنا ودمر البنية التحتية في سوريا، كله من أجل الكرسي وكله من أجل استعباد الإنسان في هذا البلد. وعليه نحن الجيش السوري الحر في درعا نقول له لا هدنة لا مصالحة، سنخلعك عن كرسيك بالقوة، بقوة البارودة، ولن نتسامح معك. وهذا غيظ من فيض عمر يظهر مجددا في درعا، سنضرب مرة واثنين وثلاثة وستسمعون مستقبلا إن شاء الله. والسلام عليكم. السلام. الله. عليهم على الكلاب حزب الله. الله أكبر الله أكبر. مشتل الخرج الصاعق الطرقي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. في تفجيرات عندهم، في تفجيرات الذخيرة. نعم، إصابة محققة أخوي. الله أكبر، رجهم رج، الحمد لله رب العالمين. إصابة من